أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل في خطبة الجمعة نسي الجلوس بين الخطبتين، هل تصح الجمعة في مثل هذه الحالة؟ وماذا لو ترك ذلك عمدا؟ الجلوس بين الخطبتين سنة، ليس بواجب حتى لو تركه عمدا، فخطبته صحيحة، صلاته صحيحة. إذا خطب خطبتين فصلاته صحيحة ولو لم يجلس بينهما، لأن الجلوس سنة.